السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم جبت لكم عصير ديال التشين مع البنان، كيجي زوين بزاف، رائع في المذاق وسهل في التحضير، ما كيقبلش الوقت، في الساعة كيوجد. بسم الله نبداو على بركة الله. عندي هنا جوج ديال التشينات، وعندي واحد الليمة، وجوج ديال البنانات، تقدروا ديروا اي بنانة واحدة. عندنا سنيدة، سنيدة حسب الذوق، والماء باش نطحنوا التشين ديالنا. اللي ما عندوش الليم يقدر يدير هاد السنيدة الحامضة او حجر الليم، كتباع هكذا في الحوانت اللي كيبيعوا لوازم الحلويات ولا الهري، اللي كيبيعوا مواد الغذائية 5 دراهم، تبارك الله راه فيها. واللي عنده الحامض يدير الحامض، يعني من ما يكونش عندي الليم كندير هذاك حجر الليم. من بعد ما قشرت التشين ديالي والبنان درتو في هذا الكاس ديال الطحانه وطحنتهم. انا مشاكل المقطع من كنت نصور، صعب اللي كنت نصور حتى جيت ندير المونتاج ما صبتوش صافي. وطحنا زدنا عليه الماء ودرت جوج معالق ديال السنيده صافي، وطحنت هذاك الشيء كامل. وغادي نخوي في هذا الصفي، غادي نصفيوه. نتوما الماء ديروا على حساب واش تبغوا العصير ديالكم خفيف ولا ثقيل، وحتى سنيده ديروا حسب الذوق. انا درت جوج معالق كبار حقاش ندير التشين حلو وحتى البنان حلو صافي. وغادي نصفي مزيان وغادي نخويه في القرعه، ديروه في الثلاجه حتى يبرد وقدمو ان شاء الله. انا خرجت لي دوك جوج التشينات وهداك البنانه، خرجوا لي طرو ديال العصير مع هاد الكاس كبير ديال العصير. تقدروا تضاعفوا الكميه. العصير كيجي زوين بزاف وسهل في التحضير، في الساعه كيوجد. هيا نتمنى اخواتي يعجبكم الفيديو، فيديو اخر ان شاء الله. يا بسلام عليكم في وصفات اخرى ان شاء الله.